حافظين. وبما ان احنا نتكلم اكيد عن النجوم الكبار وعن الافلام وعن الابداع، جهزت واصبحت معانا الجميله الرائعه العفويه انا مره احبها جدا، الممثله والاسم الجميل صبا مبارك، الان معانا عبر منصه زوم، عوده الى افلام الى فيلم عفوا بنات عبد الرحمن. صبا مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالخير يا رب. ايش هالجمال يا صبا؟ والله شو جمال، ولا مجهزه حالي ولا لا مش محتاجه، طالع لكم بدون ميك اب ولا اي شيء. تعرفي خليني استفتح لقائي معك اني اقول لك كلمه كنت استنى تحصل فرصه بيني وبينك صبا عشان اقولها لك. احلى ما فيكي عفويتك يا صبا، احلى ما فيكي بساطتك اللي بنشوفك احنا لما بنشوفك في لقاءات بتتكلمي زي ما بنشوفك بتمثلي، فدائما كذا ما شاء الله عليكي قريبه من القلب. تسلمي تسلمي يا رب. خليني افتح لقائي معك صبا، الف ابارك لك فيلم بنات عبد الرحمن، كلميني عنه. بنات عبد الرحمن حلم صرنا شغالين عليه سنين الحقيقة. هو فيلم بحكي عن أربع إخوات ببساطة شديدة جدا بضيع أبوهم، فهدول الأربع إخوات بيلتموا على بعض عشان يدوروا على الأب، وهذا السبب الأساسي الظاهر. وفي الباطن بنكتشف أن هدول الأربع إخوات هم أبعد ما يكون عن بعض، مع أنهم إخوات مختلفين تماماً، كل واحدة منهم عندها باك جراوند مختلف وعندها طريقة تفكير مختلفة وحياتها أخذتها بمحل مختلف، وهذه اللمة اللي أجبرتهم يكونوا مع بعض عشان يدوروا على الأب كشفت اختلافاتهم، وبالتالي رجعت فتحت إذا بدك جراح الماضي تبعهم وشو صار بتاريخهم اللي رح نفهمه شوي شوي بالفيلم بشكل كوميدي دارك كوميدي يعني، بس 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 مضحك مفرح مبكي إلى أن نوصل لنهاية هذا الطريق اللي مش رح أحرقها طبعا، لازم تشوفوه الناس بالفيلم. حلو، يعني ذكرتي مضحك مفرح مبكي صبا، أبغى أعرف يعني خلال هذا الوقت ايش اصعب المواقف، يعني وقت ما كنتوا قاعدين بتصوروا الفيلم ايش اصعب المواقف اللي كانت كنتوا بتواجهوها واثناء التصوير، المشاعر المختلطه، طبيعه الحال، يعني حكيت اكثر عن الوضع كيف كان خلف الكواليس. الحقيقه يعني احنا مرينا بكميه من التدريبات لحتى قدرنا احنا الاربعه انه يصير في بيننا وحدة حال وكيمياء لها علاقة بالكيمياء اللي ممكن تكون حقيقة موجودة بين الإخوات. الإخوات أحيانا بيختلفوا بس دائما في تاريخ مشترك بينهم، فبالتالي بيعرفوا بعض كثير، فبالتالي هم قراب من بعض حتى لو إنهم بعاد. هذا هو الشيء اللي إحنا كنا مصرين إنه نوصل له في العلاقة ما بيننا إحنا الأربع بنات، والحمد لله إنه إحنا وصلنا له بحيث إنه اللي بشوفنا بالفيلم ما بيصدق إنه هدول البنات مش متربين ببيت واحد. يمكن هذا اللي كان تشالنجينج، لانه هاي الشغله لو ما كانت نجحت ما اظن كان الناس رح يتفاعلوا مع الفيلم بالشكل اللي حصل، اللي هو مبهر حقيقه. يعني وين ما رحنا باي بلد كان في تفاعل غير عادي غير عادي غير عادي من الجمهور مع الفيلم، الحمد لله. صبا صراحة يعني أنا أشوف أن أنت يعني تناولتي في هذا الفيلم أربع قضايا مختلفة لأربع بنات، هل أقدر أعبر أنه أو أخذ صبا أن هي ماخذة على عاتقها الدفاع عن حقوق المرأة وبدأت تتحدث عنهم في سياق إنتاج سينمائي أو درامي؟ هي مش الدفاع، لأنه أنا ما بحس أنه النساء مظلومين بالمعنى المباشر للكلمة، بالعكس أنا بحس أن الستات يعني ما عندي احساس بعدم المساواه لحتى احاول اثبت المساواه اذا بدك، يعني انا ما بحس حالي اقل من اي رجل او اقل من اي امراه، بحس انه الشيء اللي بميز الناس عن بعض وكمان الناس اللي بالاندستري تبع الصناعه تبعتنا عن بعض هو جوده ما يقدمون. ف اللي اكثر بحاول اعمله هو انه اوفر فرص لأدوار نسائية مميزة، لأنه للأسف الشديد مش دائما هاي الفرص بتكون متواجدة بالإنتاجات اللي موجودة بالسوق بالصناعة حاليا، مش دائما طبعا ما عم بعمم، في أدوار كثير بتجنن وحلوة، ولكن مش دائما احنا بنحصل على هاي الفرص اللي انه يكون دور مميز، دور يونيك متفرد عنده مساحة كبيرة وعنده تفاصيل كثيرة. هذا الشيء اللي بكل إنتاجاتي بحاول أني أحققه للأدوار النسائية.
صباح مبارك، كنا سعيدين جدا بالقليل من وقتك اللي منحتينا اياه انك تكوني معنا في سيدتي ونتكلم عن فيلم بنات عبد الرحمن. نتمنى لك فيه كل التوفيق وكل النجاح، وان شاء الله نسمع عنه نجاحات اكبر واكبر. مشاهدينا بكذا نكون انتهينا من فقرتنا او من جولتنا الاخباريه، نعود لكم مع باقي فقراتنا بعد الفاصل.